قطاع الناشئين لكرة القدم نادي المقاولين العرب البيت. ازيك يا محمد؟ ازيك يا احسن لعيب في العالم؟ النهاردة بنصور في بيتنا زي ما قلت، المكان اللي محمد ابتدى فيه حياته الكروية. هنا اوضه اللبس، وهنا الملاعب، وهنا الاكل والشرب، واكتر وقت قضاه محمد في النادي. وهنا ابتدت صداقه 15 سنه. هنا احنا في اوضه اللبس في قطاع الناشئين في المقاولين العرب. هي الاوضه عزيزه عليه، يعني انا متاكد لما يشوفها هيفتكر الاوضه وهيفتكر الايام اللي كان موجود فيها هنا. كان بيشتغل على نفسه اصلا كتير بعيدا عن فتره التمرين، لان هو اصلا كان بيبات هنا في النادي، كان بيزود من نفسه، بيتمرن في اوقات مش بتاعه التمرين، كان بيعمل كده فعلا من وهو صغير يعني. هو بيحب الكشري جدا. هو الكشري حاجة مهمة جدا بالنسبة له، يعني أول حاجة بتحصل ما بينزل مصر قبل حتى ما بيسلم علي علبة الكشري لازم ياكلها، يعني بيحبه جدا. شخصية فعلا ممكن تكون من أجمل الشخصيات اللي أنت تتعامل معاها. هو أحسن شخصية في العالم، مش أحسن لعيب في العالم بس.